بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإذن الله اليوم نحن من كتاب 447 Water Supply and Drainage Systems، أنظمة إمداد المياه ومياه الصرف. طبعا السؤال الأول من الواجب الثامن sheet 2. طبعا فيقولك سؤال وشو؟ يقولك A circular combined sewer having a diameter كم؟ 26 إنش، 26 بوصة عندنا. slope of كم؟ 4 في الألف. Determine the velocity and depth of sewage flow at max. قالك إنه wet weather flow which is equal to كم؟ 300 لتر per second. عطاك الكيو وعطاك الديميتر كامل، الماسورة كامل، وقالك إنها كم؟ 4 من الألف. جميل جدا. وقالك ترى الكيو العادية، ما بكيو في الكيو عادية 300 لتر per second، بس هذا الكيو ماكس ترى، لأن قالك wet weather، حالة إنه يعني جو رطب والأمور دعم محيوسة والوضع ماش ما يطمن. يبغى اذا قالك velocity والdepth. نجي الان اعطاني الديامتر 26 انش، وعطاك الاس اللي هو 4 من الالف، وعطاك الكيو ماكس 300 لتر بير سكند. يبغى الفي والدي. جميل جدا. اول شيء شو تسوي؟ تروح توجد الكيو فول والفي فول، بما ان الداو عندك في والdepth فالوضع لازم تطلع كل شيء. فات من النوموغراف تروح تدخل عند 26 بوصة وعند سلوب 0.004، يعني احنا بنمشي هذه على اساس انك تعرف شلون تدخل نوموغراف تطلعها، وشرحناها في كذا في الفيديو الاول مسائل. فبالتالي طيب احنا على اساس ان شرحناها وخلاص طلعنا الكيو فول والفي فول، هذه طلعناها فحولناها الى متر بير سكند اللي تبي. امشي وحدات بس اثبتها، انا اثبتها على اساس انها بير سكند، لان الكيو ماكس بروح احولها الى بير سكند، متر مكعب بير سكند، والفي فول عندك بالفيت وعندك بالمتر بير سكند كلها. فقلت انا تو جيت ريشيو عشان ادخل، عشان اوجد الفي والدي لازم اعرف الريشيو ما بين الفي العاديه للفي فول والدي العاديه للديميتر. فالمفتاح هو الكيو، عشان كذا وجدت الكيو. لو تلاحظون V و D هل لها علاقة بالكيو؟ ما لها علاقة، صح ولا لا؟ لكن أنا وجدت الكيو فول، ليش؟ عشان أوجد الريشيو ما بين الكيو ماكس على كيو فول يعطيني الريشيو الباقيات. فهذا سويته، أنا طلعي 0.3 قسمت هذه على 1000 عشانها لتر، وال 0.5 هذه حولتها قضيت منها فأعطاني كم؟ 0.6. فأنا أقول from chart، عاد وين الشارت هنا؟ هذا النوموغراف تدخله، عارف شلون أدخله؟ فعندك الشارت يعني دخلت عند ال 0.6، انت دخلت وشو؟ بالكيو اوفر كيو فول. امشي لين هنا اصقع لين الدسشارج، لانه هو اللي دخلت عن طريقه. فالف في مين يسقع في فيلوسيتي يعطيني 0.9، الف في يسار يسقع في ذا يعطيني الديميتر. عرفت شلون نوجد الريشيو الان؟ طيب وهذا اللي بالفعل صار، هذا طلعناه خلاص. الفاي معلومة عندي، راح اضربها في الريش يعطيك الديميتر اللي هو الدبث. الفي اوفر في فول، اضرب الفي فول في ال 0.9 يعطيك السرعة. طبعا حولته بالفيت، يعني قال لك اني بالثنتين. على كل حال ما تفرق، اهم شيء هذه الفكرة. اتمنى ان شاء الله انها وضحت وصارت مفهومة. والى هنا نصل لنهاية السؤال، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.